بيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سناء العنباري لاباس عليك؟ الحمد لله. كي داير اختي سناء؟ دابا الحمد لله. كيفرحني ملي كيكون عندي الصوت والصوره دابا كيعجبني الحال. ماذا بيا نتعرف على كل المستمعات اللي كيشاركوا في البرنامج ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك سناء. تفضلي. بارك الله فيك. ان شاء الله نعطيك كراتان بالدنجال. اييه واخا. انت كديري المهم كديري في المقله كديري 4 ديال المطيشات كتحكيهم وتتشحريهم مع شويه ديال الملح ورق موسى وشويه الكمون شويه ديال التحميره شويه ديال الزيت البلديه كتشحري كل شيء وكتوضعي جانبا. كتاخدي واحد ثلاثه ديال البطاطات كتسلقيهم كتضيفي معهم شويه ديال الملح ومهم حيت كتسلق كطحنيها كتضيفي شويه الزبده شويه ديال الكمون جوج فرماجات مربعين واحد شويه ديال الزبده وكتوضعيها جانبا. كتاخدي واحد ثلاثه ديال الدنجالات حتى لاربعه كتقليهم في الزيت وكديريهم حتى كيتحيد منهم داك الزيت كديري في ورق النشاف. من بعد كتاخدي ديك البطاطا اللي سلقنا كتعمريها بداك الدنجال وكتبداي تلفي كتبداي تلويها صافي. كتاخدي شويه الزيتون هكا كحل مقطع وكتوضعي جانبا. كتاخدي واحد المول ديال الزاج كيدخل الفران كدهني بشويه ديال الزيت كتوضعي النص ديال لاصوص ديال المطيشه الاولى كتوضعي داك الدنجال كتبداي تصفي فيه في اييه وحده 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 اللي معمر البطاطا اييه كتوضعي ثاني طبقه اخرى ديال لاصوص واخا. كتاخدي واحد داك شويه الزيتون كترشيه من الفوق وتاخدي واحد اربعه ديال البيضات كطربيهم شويه المليحه والزيت وكتوضعيهم فيه كتدخلي الفران كيتحمر هذاك كيطيب البيض. من بعد حيت كيطيب صافي كتاخدي شويه ديال الفرماج حمر محكوك كديري من الفوق كتحمر وكتخرجي تقدمي بحال هكا. مازال سخون الله يعطيك الصحه. وحتى هذا النوع ديال الكغاطين يعني كاع انواع الكغاطين صراحه كنبغيو يتقدموا هكا في هذاك المول ديال الدجاج داكشي علاش يطيب فيه كيجي لذيذ. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك سناء. واخا اليوم نيت ما خديناش يعني عصائر بزاف يلاه الاقتراح اللي عطاتنا المستمعه. واخا تفضلي بغيتي عصير ثاني. اييه مرحبا. انت كديري جوج حامضات كتحيدي لهم القشره كتقشري بحال اللي كتقشري الليمون العادي غير بيدك تتجلفيهم. كتاخدي واحد جوج الليمونات وحده كديريها بجلوفها والاخرى كتنقيها. جوج ليمونات وحده بقشورها وحده غير كنقيوها. كديري هادشي في كوكوط كتضيفي ليه كيلو لا ربع ديال سنيده. واخا لو سمحتي لانه انا هاد هادو كيدوخوني شويه. دابا قلتي لنا ليمونه بقشورها. لا جوج اي ليمونه بقشورها وليمونه وليمونه بلا قشور منقيه. وبالنسبه دوك الحامضات جوج حامضات منقيين يعني نقسموهم نقطعهم على اربعه. اييه واخا. المهم كتديري كديرهم في كوكوط كديري كيلو لا ربع ديال سنيده. اييه و ايطر ونص ديال الماء. ايطر ونص ديال الماء. كتسدي عليه في الكوكوط تقريبا نص ساعه. من بعد كتخليه حتى كيبرد. كتاخذي هذا الخليط هذا كتديري في الخلاط الكهربائي وتبداي تطحني به تطحني فيه بشويه بشويه. كتاخذي الصفايه كتبداي تصفيه. نصفيه. صافي. من بعد كتاخذي واحد كاس ونص من هذا العصير هذا اللي درنا كديريه في بلاستيكات كتخشيه في الفريكو وقت ما بغيتي بواحد ربع ساعه كتديري في الكاس ديال العصير كتضيفي عليه تقريبا اترو ديال الماء حتى الاترو ربع. المهم شوفي انت على حسب الخفه اللي بغيتي. هي كاين اللي كيبغي عقد شويه كاين اللي كيبغي خفيف عندنا ميزان. خاصك تقدمي بصحه وراحه راه كيجي زوين منعش في هذا الجو. الله يعطيك الصحه. هذاك اللي كيتباع اللي في العلبه زعما ما كيتفاهموا. اييه وحاجه مصيبه في الدار كتكون حسن اكيد كاين الفرق. تبارك الله عليك سناء العنباري مرحبا بتواصلك معنا. كانت هي اخر مكالمه سناء.